المهم الحاجه الثانيه ما كنتش عايز اتكلم فيها كتير، او يعني كنت هتكلم فيها حاجات بسيطه كده، ولكن قلت ايه لا مشيها، ما تتكلمش. يعني ما بحبش ان انا الصغيرين اعملهم ابطال او اعملهم كبار، لان الصغير هيفضل صغير بتصرفاته، القزم هيفضل قزم بتصرفاته. التعبير عن الفرحه لما يسيء للاخرين، ودي مش عاده لعيبه النادي الاهلي ابدا، عمرها ما بتحصل من لعيبه النادي الاهلي، عمرها على مدار السنين كلها بحجم البطولات اللي خدها النادي الاهلي، عمرنا في حياتنا ما شفنا لعيب بيغني مع جمهور بيسيء للنادي التاني، عمرنا ما شفناها. انا بس اللي عايز اقوله لجمهور النادي الاهلي، ما تزعلش من حاجه زي كده، هتزعل من اغزام، ما انت اللي بتكبره، يعني انت لو اتكلمت عنه هتكبره، ما تكبروش، ما تتكلمش عنه، تجاهله تماما. ما احنا عايز اقول لكم حاجه في علم النفس، احيانا الواحد لما بتحصل له صدمه ما بيبقاش مصدق، واللي حصل صدمه، يعني ما بيبقاش مصدق الواقع اللي هو فيه، عايز يعمل انكار للواقع ده، فهو مش مصدق اللي حصل، فبيحصل خلل نفسي او خلل عقلي بيخليه يعني هو مثلا بيسيء للناس مره او 10 مرات، هو بيبقى يسيء للناس 100 مره، لان بيحصل له حاجه كده جوه مش مصدق، فبيحصل خلل، خلل بقى عقلي، خلل نفسي بتاثر على سلوكياته، اللي هي اصلا سلوكياته للاسف، للاسف في كل مره بنقول دي اخر مره، للاسف بتبقى أسوأ من اللي قبلها. مش هدي له اكتر من حقه، مش هدي اكتر من كده، لاني مش عايز اكبره، انا مش عايز اكبره، مش عايز جمهور النادي الاهلي يتكلم كتير في الموضوع ده، خلاص سيبه ما تتكلمش فيه، احنا جمهور النادي الاهلي الكبير، جمهور النادي الاهلي العظيم، ده قزم هيفضل قزم.